المقدار الذي يجب أن تؤمن به هو مقدار يمكن الإحاطة به والإيمان به، بحيث لا يسألك الله عز وجل عن إنكار شيء منه، تستطيع أن تحفظه وأن تعتقده وأن تصدقه وأن تؤمن به. لكن الذي يطيل في باب العقيدة هو بعض التفاصيل التي لا تجب على كل مسلم أن يعلمها بعينه، أن يعلمها بعينها، ولكن إذا علمتها فهذا زيادة اعتقاد وزيادة إيمان. الإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة ماذا يا إخوان؟ يزيد وينقص، يزيد بماذا وينقص بماذا؟ من زيادته، من زيادة الإيمان، من أسباب زيادة الإيمان الكثرة. كلما كثر علمك بالعقيدة واطلعت واعتقدت وآمنت وصدقت بالجزئيات، سواء تتعلق من الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، إذا علمت عن الله أكثر من أسمائه وأكثر من صفاته وأكثر من أفعاله فهذا يزيد في الإيمان الكثرة. كذلك إذا زاد أو كثر علمك في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، فكلما كثر علمك في الاعتقاد كلما زاد اعتقادك، زاد إيمانك. فلذلك الذي يعني يجعل باب العقيدة باب واسع ويوسعه أن هناك جزئيات هي يستحب في حق المسلم أن يعلمها، تسمى تفاصيل، تسمى جزئيات. طالب علم خاصة يحتاج إلى أن يتعلم أكثر، لأن طالب علم يتميز عن غيره. لماذا هو طالب علم؟ يعني فرق بين طالب علم، واحد لا يطلب العلم، واحد لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف من العلم شيئا ولا يحرص عليه. فإن كنت طالب علم فاحرص على أن تكثر من الاعتقاد الصحيح، يعني تحيط ما استطعت بالجزيئات والمسائل والتفرعات التي تتفرع سواء عن الإيمان بالله أو ملائكة أو كتب أو رسل أو اليوم الآخر أو القدر خير وشر.